بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في دورة أوتوكاد سيفل 3D. الليلة الدرس بيتكلم عن البوينتس ليبل ستايل، أو بيتكلم عن كيفية يعني إضافة ليبل بالنسبة للنقاط وتعديل الليبلز، أو إضافة كتابات وتعديل الكتابات، والحاجة دي بتسمى ستايلز في برنامج سيفل 3D. طيب كده اول حاجه، نحن سريع سريع كده نقوم ندخل ملف النقاط بتاعنا. نجي هنا نقول بوينت كرييت، ونجي هنا نقول له امبورت، نقول له هنا دخل لنا الملف ده. زي ما تتذكروا المره اللي فاتت كان الملف عباره عن بوينت نمبر ونورثينج وايستينج اليفيشن ديسكريبشن. نجي نختاره من هنا، نقول له بوينت نمبر نورثينج ايستينج اليفيشن ديسكريبشن دي. طيب وما نعمل اي حاجه هنا كده، خلونا على الافتراضي، واجي اقول له اوكي. طيب كده بيكون تم ادخال ملف النقاط بتاعنا او النقاط. عشان نظهرها دائما بنضغط دبل كليك بالعجله حقه الفاره عشان تظهر معانا النقاط. طيب كده ظهرنا النقاط كده، خلوني بس انا عشان بحب شكل معين من النقاط اجي سريع سريع اجي اصلح يعني شكل النقطة هنا. اجي اقول له هنا بوينت جروب، اقول له اول، رايت كليك بروبرتيز. طيب اجي اقول له هنا اعمل لي ده. طيب اجي اقول له هنا الماركر غير لي يكون كروس ودايرة. وطيب اقول له ديسبلاي خليه هنا يكون باللون الاخضر. طيب كده، طيب كده انا غيرت شكل النقطة واللون بتاعها. طيب ان احنا اذا سألنا نفسنا سؤال، ان احنا لانه دخلنا ملف النقاط بتاعنا وعارفين النقاط دي هي شنو، لكن لو انا عايز اسلم النقاط دي لزول او لجهة معينة، بس هي دي عبارة عن نقاط، ما بعرف النقاط دي هي معناها شنو، والمكتوب عليها شنو، والنقطة اللي اترفعت الأولى وين، وبعدها وين، والأخيرة وين. فدي تفاصيل اللي احنا بنقوم نضيفها في النقاط هنا. الكتابات دي بتسمى بالليبل. طيب في الغالب أنا بعمل الليبلز دي وقت أكون داير أطلع المنتج بتاعي أو الشغل بتاعي في ورقة، أو عايز أطبعه أقدمه لجهة معينة عشان يعتمده. طيب انا عشان اضيف الكتابات دي كده، اول حاجه اجي هنا لبوينت اقول بروبرتيز، واجي هنا الاحظ. طيب هنا من تابة انفورميشن اجي هنا الاحظ البوينت ليبل ستايل، هنا مكتوب عليه نن. طيب لو قمت انا ضغطت هنا بلقى عندي فقط الليبلز القاعده او الستايلات الموجوده بس، دي description only و elevation and description والتفاصيل دي يعني. طيب انا اول حاجة خلينا ادخل point number only، اي نقطة اديها رقم او اظهر لي الرقم بتاعها في الـ viewer. طيب اجي اقول له هنا واقول له اوكي. ببساطة شايفين كل نقطة ظهر جنبها الرقم بتاعها، يعني دي النقطة رقم 451، ودي 457، ودي 459، وانت ماشي. طيب الشيء الثاني، طيب أول حاجة بالنسبة للأرقام دي، الزول اللي بيعاين لا ما بعرف الأرقام دي شنو، هل دي مناسيب ولا أرقام النقاط؟ عشان أنا أوريه الحاجة دي عبارة عن دي أرقام النقاط، أو أميز له الأرقام دي هي شنو، أجي من نفس هنا من بوينت من all points اجي اقول له properties، واجي هنا اقول له edit current selection هنا من الحتة دي، يا اضغط هنا اقول له edit current selection ولا اضغط على هنا مباشرة. طيب اقول له edit current selection. طيب بيظهر معاي المربع ده، المربع ده هنا من التابة حقة اللاي اوت، مكتوب على لاي اوت. بجي بنزل تحت هنا في القسم بتاع text، بجي هنا لبوينت نمبر، بضغط على المربع اللي فيه ثلاثة نقاط ده، بتظهر معايا النافذة دي مكتوب عليها البوينت نمبر. طيب أنا بجي أقف هنا قبل البوينت نمبر، وأجي أقول له ده رقم النقطة، أقوم أكتب له كلمة نمبر عديل.
هو اجي اقول له كده خلينا تكون بوينت نمبر ده ابلغ. طيب عشان اعرف ده رقم النقطة. طيب وبالمرة اقوم شنو اغير في اللون واعدل في الحاجات دي، اقوم اظلل الكلام بتاعي ده كله واجي هنا لتابة فورمات في النافذة الجديدة بتاعتي دي، واجي اقول له خليها لي تخينة، خليها بولد، وخليها تكون باللون الاصفر مثلا، واجي اقول له غير نوع الخط هنا الفونت. في واحد انا دايما بحب اخده تايمز نيو رومان، بقوم بضغط هنا تي اي، بتظهر معي هنا تايمز نيو رومان، اضغط عليه بيجي بلقى هنا يتغير عندي شكل الخط ولونه ونوعه وكده. طيب اقوم ادي ده لون براو مثلا، اجي اقول له ده ادي لي لون ازرق، واقول اوكي واوكي واوكي كمان. لو لاحظته هنا خلاص البشير الملف ده بيعرف انه ده رقم النقطة ما الاليفيشن، يعني بمجرد ما عايد هنا بي نمبر بيعرف ده البوينت نمبر. طيب كده نحن حيكون ضفنا الرقم بتاع النقطة. طيب لو عايزين نضيف حاجات تانية مثلا، نحن زي ما عارفين هنا النقاط بتاعتنا هي عبارة عن بوينت نمبر ونورسينج وايسينج واليفيشن وديسكريبشن، عايزين نلقى الستايل ده عشان نخط الحاجات دي كلها في المخطط بتاعنا ونقدمه للاعتماد، عشان الزول اللي بيشيل الورقة يعرف انه النقطة دي احداثياتها كم، ارتفاعها كم، وهي النقطة رقم كم، والوصف بتاعها هي ذاتها شنو، يعني عبارة عن طريق ولا عبارة عن جدار ولا عبارة عن شنو. طيب نجي نعمل نفس العملية، نجي نقول هنا all points right click ونقول properties. طيب لو جينا هنا عيننا ما بنلقى حاجة يعني فوق ال point number النورسينج والايستينج والاليفيشن والديسكريبشن، الستايل ده ما في. طيب ان احنا ممكن نضيف ستايل من عندنا، عشان نضيف ستايل من عندنا بنختار واحد من ديل وبعد ذاك بنعدل فيه. احنا اوريدي مختارين الاليفيشن او مختارين البوينت نمبر اونلي، يعني احنا مختارين البوينت نمبر اونلي اللي هو اللي عملنا بيه الكلام ده. طيب نيجي نقول شنو، اجي اعمل هنا في المثلث ده واجي اقول له هنا كوبي كرنت سيلكشن، اعمل لي ستايل جديد. طيب بتظهر معايا النافذة دي، اقوم الستايل الجديد ده اديه اسم، والاسم غالبا بيكون ذو دلاله، يعني انت الزول اللي اديته الملف له وفتحت انت ذاتك يوم من الايام عايز الستايل ده يعني تضيفه في محل تاني تكون عارفه هو شنو. طيب اجي اقول له هنا بوينت نمبر ومعانا كمان نورثينج ومعانا كمان ايستينج، ومعانا كمان إليفيشن، ومعانا كمان ديسكريبشن. طيب ده الستايل الجديد بتاعنا هياخد الاسم ده. طيب ما علي الا اقول له اوكي، واجي نفس الستايل ده ذاته اعمل منه edit current selection، واجي اقول له هنا في التابعة حقت اللاي اوت اقول له هنا ضيف لي ده البوينت نمبر، ضيف لي النورثينج، اجي اقول له هنا من تكست اجي اضغط بيظهر معايا المربع ده، من المربع ده هنا مكتوب لو لاحظت بوينت نمبر. طيب اجي اول حاجة اخدت الكيرسر هنا وانزل عند الانتر واحد، واجي اقول له هنا اختار لي نورثينج، والنورثينج ذاته عايز البريسيشن بتاعه او الدقة بتاعته تكون 3 منازل عشرية، يا 3 ديسيمالز. طيب واجي اضغط على السهم ده، اهم حاجة الضغط على السهم ده عشان نقول لي الكلام ده كله هنا، واجي من البداية اقول له دي عبارة عن نورثينج ونقطتين فوق بعض. طيب اجي برضو اخد
الكيرسر هنا وانزل خطوة لتحت واقول له الدور ده خدت ليه الايستنج، هيا اقول له ايستنج، وبرضه اخلي البريسيشن بتاعه يكون 3 هنا. طيب وما انسى اضغط على السهم ده برضه عشان ينقل لي الكلام ده كله من الناحية اليمين بهنا، واجي اقول له ده عبارة عن النور الايستنج، معلش ده الايستنج نقطتين فوق بعض. طيب اجي كمان اقول له خدت لين اليفيشن، طيب تلاقي الزيت هنا نقطتين فوق بعض، واجي اقول له اختار لي من هنا بوينت اليفيشن، وما انسى اضغط على السهم اللي هنا عشان ينقل لي الكلام ده من الناحية اليمين بهنا. طيب واقول له كمان برضو انزل خطوة وضيف لي الديسكريبشن معك، هيا اقول له هنا عندنا اثنين فول ديسكريبشن ورو ديسكريبشن، فانا بفضل اخد الفول ديسكريبشن واقول له انقله بهنا، واجي اكتب له هنا اقول له ده ديسكريبشن. طيب نقطتين فوق بعض بكة ده، خليني انا اقوم اغير في الوان ديل، مثلا اخلي ده باللون الازرق هنا من فورمات، واللون ده خليه باللون الازرق، وده برضه خليه باللون الازرق، والزيت برضه خليها باللون الازرق، والديسكريبشن برضه خليه باللون الازرق. طيب واقول له اوكي، واقول له اوكي، طيب اوكي مرة ثالثة. طيب لو لاحظنا كده نزل لي كل الليبلز بتاعتي على الرسمة، لكن لو لاحظنا في تزاحم شديد بالنسبة للليبلز، بقت ما واضحة، يعني هنا ما بتكون عارف في شنو. طيب عشان احنا نشيل الزحمة دي نقوم نقلل من الاسكيل، نقول له او نزيد الاسكيل، نجي نقول له من هنا نقول له اختار لنا 1 إلى 100 مثلا، نقول له كده. لو لاحظنا هنا خلاص كده بقت كل نقطة بالوصف بتاعها وبالايستنج والنورسنج والبوينت نمبر. طيب كده دي طريقة إضافة الليبل بالنسبة للنقاط وتنسيق الليبل في نفس الوقت. طيب في حاجة تانية بس عايز أقولها قبل ما أختم. طيب مثلا يعني الديسكريبشن ده انا عايز اخده فوق النقطة، ما عايز اخليه على اليمين او على اليسار، عايز اخليه فوق النقطة، اعمل شنو؟ اجي هنا ل all points واقول له properties، واجي اضغط هنا على edit current selection نفسه، واجي هنا بالنسبة للقسم بتاع التكست انزل تحت خالص، عندي حاجة اسمها ال y offset وال x offset وال y offset. لو لاحظنا هنا 0 0، طيب انا عايز ارفع النقاط دي لفوق، عايز ارفع الديسكريبشن ده، معلش ارفع الديسكريبشن ده لفوق واوديه على اليسار، لفوق معناتها بتحرك في المحور الصادي او الواي، واوديه على اليسار معناتها بتحرك على المحور السيني لكن بالاتجاه السالب. طيب اجي اقول له هنا مثلا في اتجاه واي ده ارفع لي 12 وحدة مثلا، لو لاحظنا من هنا يعني تم الرفع، واجي اقول له كمان ودي لي ودي لي اوفسيت على اليسار بمعدل سالب 8، شايفين؟ واقول له اوكي، واقول له اوكي. لو لاحظنا كده كل نقطة الليبل بتاعتها بفوق ليها مباشرة. طيب بكده نكون وصلنا لنهاية درسنا للليلة، اللي هو عملية إضافة الكتابات أو الليبلز بالنسبة للنقاط وتنسيق الليبلز. ما تنسوا الما مشترك يعمل اشتراك في القناة عشان يصلوا كل درس جديد أول بأول، وشيروا الفيديو مع أصحابكم، وما تنسوا تدعمونا بلايك، وآخر حاجة ما تنسوني من صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.